خل قداليهم خلص. استنوا استنوا لعمو حزنبل، سيبوه يحكي حكاية جعفر. جعفر؟ ايه ده؟ هو انتوا ما تعرفوهوش؟ مين ده؟ واسمه ايه؟ دنجل؟ دنجل مين يا دنجل؟ اسمه جعفر. كان في ملك زمان اسمه أبو جعفر، في عصره بنى قصر سماه قصر الجعفرية. اتميز بمجالسه الذهبية فيها جلساته الثقافية. طب استنوا استنوا، نروح رحلة لبلاد العجائب. عجائب؟ كان يا مكان في بلاد بعيدة زمان قصر اتبنى في مكان. مكان؟ فين المكان ده؟ خارج حدود مدن الأسبان، كترت بساتينه للنهر واصلة. إبرو إبرو! أبي اسم النهر إبرو. إبرو جعفر وجعفر، إيه الأسامي الغريبة دي؟ جعفر اسم المقتدر بالله أبو جعفر أحمد ابن سليمان، ملك من ملوك سرقسطة زمان، من بني هود، بنى القصر واتغزل فيه كمان. قصر السرور ومجلس الذهب، بكما بلغت نهاية الطرب. لو لم يحز ملكي خلافكما لكان لدي كفاية الإرب. يا ملك الفهيم، أثبتت للعالم أنك ملك عظيم. بنيت قصرا فخيم بحدائق وبساتين، حاوطته بأبراج عالية وخندق متين. برج تروبادور تروبادور، أنا ملك أندلسي من ملوك الطوائف، ورثت العرش عن والدي سليمان. أنا عميد بني هود، أنا أروعهم حتى الآن. علمي فاق عصري، درست الفلسفة والرياضة والفلك، كتبي يتحاكى بها الإنس والجان. طبعا يا مولاي، مجلس الذهب يشهد لك، ولا برجك بأدواره الخمسة ورباعية زواياه، ده حتى جنان في جنان. أبو المطرف ابن الدباغ وزيري الحبيب، ده القصر ده مليان روايات، ما بين الممرات والشرفات، أما فنائي فتطل عليه الحجرات. أما لو شفت كمان الأحواض، يمينك وشمالك متعددة الأغراض، عقودي مختلفة الخطوط والأنماط، غلب جمالها بيوت الحكمة في بغداد، زخارفها نباتية الطلات، عنائيد العنب في سقفي بتحيي مرسمي، ده قصري حصن مدينتي البيضة سرقسطة. بس يا مولاي، أنا لاحظت في عمدان مدخل قصرك طير منحوت، وإحنا لا لينا نحيي طير ولا إنسان، ده حتى آيات ربنا جنب الطير، ده جنان. أبو الوليد خليك أوبن مايندد يا راجل. بس أنا حاسس إن القصر في عالم والحشية في عالم تاني يا مولاي، يخدعنا القصر بدفاعاته وهو عظيم. عيش عيشة الملوك يا وليد، ده عيشة الملوك مش بالمجان. بس يا خسارة، عيشة الملوك دي مكملتش، في الناحية التانية كان مستنيه ألفونسو ملك من ملوك الأراغون، كان شديد الإعجاب بالقصر وجماله لدرجة قرر إن القصر ده لا يمكن يفلت من إيده. الحق يا مولاي، القصر متعرض لهجوم شديد. وللأسف يا ولاد، توالت الغزوات على القصر وانهزم الملك العظيم. أصبح القصر مقرا للملوك المسيحيين في الأراغون، واتولدت فيه القديسة إليزابيث في البرتغال سنة 1271، والملك بيتر الرابع احتله كمان، وتحول القصر لملوك الكاثوليك سنة 1492. وسنة 1593 اتحول القصر لقاعدة عسكرية لأول مرة، وتعديل ورا تعديل راح القصر الجميل، وراح الدفاعات سرقسطة. أيوة أيوة،
وتحول القصر على يد المحتل بيدرو لقصر عديم الملامح ما بين شعارات جديدة وتطريزات. وفي القرن الـ18 اتحول القصر لمكان عسكري. شير يا ابني المحراب اللي هناك ده، ده المكان ده هيبقى المطبخ الملكي بتاعي. وانت يا ابني انت كمان اهدم الغرف دي عشان نحط فيها القصر الخونة. يلا يا اولاد وقت النوم جه، ده يوم خلص. استني يا ماما خليهم النبي ما يكملنا الحكاية. في أواخر القرن ده بالذات القصر ما بقاش قصر، والناس اعتبرته مجرد قلعة للعساكر. لكن لحسن الحظ في القرن الـ20 رجعوا لنا جمال القصر ده تاني بعد ما مرت عليه عصور كتيرة. الإسلامي الأندلسي والملوكي الأراغوني والعصر الوسيط، واتضاف له في الآخر ركن جديد لبلدية أراغون. وبكده يا ولاد كل حضارة عدت على القصر سابت أثر فيه، مكروه ولا مرغوب، ده اللي أنا عايزاكم تفكروا فيه. تصبحوا على خير.